تختم بمنتخب مصر. ابدا بك يا اسامه. حسام حسن كانت التصفيات دي خدها من اولها لاخرها 4 انتصارات وتعادلين، والتعادلين بعد ما انت ضمنت بالزبط. خلاص وصلت والقصه بالنسبه لك انتهت والموضوع تمام 100%. 13 لعيب لاول مره بيرتدوا تيشيرت المنتخب الوطني المصري، تعادل مقبول جدا في الراس الاخضر، وتعادل مش مهضوم شويه هنا، لكنه مع عدد الفرص اللي خدوها اللعيبه وال يعني البدلاء الكتير اللي شاركوا، فالناس شايفه انه كده تمام التمام بالنسبه لحسام حسن. انت شفت الدنيا ازاي؟ انا كنت اتمنى عشان خاطر كابتن حسام حسن للحقيقه يعني انه يصل لنقطه 16 عشان يكسر رقم رقم فيكتور كوبر اللي وصل ل 15 نقطه، ولكنه توقف عند 14 نقطه فقط لا غير، سواء اعتقد مع كابتن حسام البدري في 14 نقطه في التصفيات، ولكنه قدر ان هو يحافظ على الصعود وضيعنا كبشه اهداف في الاخر يعني. ولكن كان في بعض الاوقات برضو ان انت بعض اللاعبين حبيت تشركهم مع بعض فاثرت على ادوارهم فنيا داخل ارض الملعب، وتحديدا عايز اتكلم عن ناصر ماهر وطاهر محمد طاهر اللي حصل ما بينهم داخل ارض الملعب. لكن مع كابتن حسام انك تشوف 13 لاعب ان انت تصل للنقطه رقم 14 مع منتخب الجزائر اعتقد 16 نقطه، منتخب المغرب 18 نقطه، وهو يعني بيتساوى مع منتخب مالي، دي كلها امور تشجيعيه. ليه؟ لان الاختبار الحقيقي هو امم افريقيا. نتمنى باذن الله نصل الى النهائي، نتمنى باذن الله نحقق اللقب، لان اعتقد الجيل ده وتحديدا اللاعب اللي كان شايل شارة الكابتن النهارده تريزيجيه. والله بص انا كتبتها عظيم. والله طبعا حاجه جميله جدا، واشاده حسام حسن بيه. كابتن شوبير بص وقت ما تتأزم كابتن شوبير كابتن حسام حبه طبعا. وقت ما تتأزم الامور نفسه تريزيجيه صح، وقت ما تتأزم الامور مع منتخب مصر نجد تريزيجيه كان في مباراه غانا في القاهره، هو صاحب ركله الجزاء اللي فتحت لنا المشوار. تريزيجيه كان هو في مباراه التصفيات هو صاحب ركله الجزاء، السبب في ركله الجزاء طبعا محمد صلاح سجلها، هو اللي فتح لنا المشوار. تريزيجيه مع المغرب، تريزيجيه في امم افريقيا، تريزيجيه لقطته ان انا وصلت 2 نهائي ما زالت عالقه في الاذهان وخسرهم. انا اتمنى من اجل منتخب مصر طبعا مدرب وطني كابتن حسام حسن ان انا اتخطى بقى فكره ان انا اوصل للنهائي ونخسر البطوله. عندنا بطوله صعبه جدا، عندنا منتخب المغرب، يعني وليد الركراكي كان بيتكلم قبل ماتش لسوتو بيقول انا عايز اجيب ال 18 نقطه. مظبوط. فالراجل بيلعب في طموحات اصلا. حسام كان هيتجنن بالظبط، كان بيلعب في طموحات وارقام مختلفه، ولكن بالتاكيد خطوه موفقه جدا لكابتن حسام حسن. نتمنى من اتحاد كره القدم الدعم والمسانده والا يقف عند تصريحات كابتن حسام حسن السابق. اعتبر التصريحات دي ما اتقالتش زي الفل. امين. ده انت حضرتك بتجيب من الاخر عشان بس يكون اصل انا لازم اقول لك الحته التركه مين يلعب بعد احنا الثلاثه النهارده. اعتبر التصريحات دي ما حصلتش زي الفل. ماشي، مهم جدا في شهر عسل جاي. تمام، حلو كده، الخير جاي مرضي يا باشا. لا جدا. طيب سوق العصر الخير جاي. منتخب، قول لي رايك. نروح حته صراحه شويه. يلا. تجربه كابتن حسام بالنسبه لي مثاليه فيما عدا الامور اللي هو ارتضى ان هي ما تكونش مثاليه. زي كابتن حسام حسن حب ان بعض الامور ما تكونش مثاليه في بعض التصريحات وبعض الصدمات اللي عليه ان هو يتجنبها، عشان زي ما كده في الفيلم الجميل بتاع اضحك الصوره تطلع حلوه. احنا عايزين الصوره تطلع حلوه. ليه الصوره مش حلوه في بعض الامور؟ يعني جينا عندنا تصريحات خرجت ضد الانديه في حته ان الانديه بتلاعب فرق ضعيفه في دوري ابطال افريقيا، يعني سيمبا التنزاني، ثم كابتن حسام يفاجئنا النهارده ان هو بيتكلم الناس بتقول ان احنا ما حققناش حاجه عشان بنلاعب منتخبات ضعيفه. طب ما يا كابتن حسام حضرتك، طب ما بلاش نتكلم في الماضي، ما انا بقى عايز ده نتجنبه بقى خالص. يعني هو اتكلم في الموضوع النهارده، وابعد عن امبارح. ما دون ذلك من الذكرى وسماه الجاي كابتن شوبير، ما دون ذلك انا عاجبني اللي بيحصل. نعم. فنيا جوه الملعب بالعكس، انت جهزت عدد كبير من اللعيبه، جرأة في دفع، يعني تشوف محمد ربيعة ان انت بتجيب الراجل ده اللي اصلا ما بيلعبش، كان اساسي مع فيوتشر وبيروح سموحة، عينك عليه. واحنا عارفين، تعرف ان ربيعة ده كان مع فريق كوكاكولا في القسم التاني، لان انا عارف القصة، انا قعدت في فيوتشر شوية. لا لا، كوكاكولا وانديه درجه ثانيه رفضته. وبعدين هو الوحيد اللي كمل من كوكاكولا مع فيوتشر، وبعد كده ما كانوش راضيين عنه قوي طبعا، وسبحان الله ربنا يكرمه. خد بالك من بنها، والله من بنها ده في كتير قوي ما شاء الله. سعد سمير. كل سمير. نجوم الرياضه المصريه امبارح تحفه. سعد سمير نجوم الرياضه المصريه. احمد فتحي بنها، احمد اسامه بنها، سعد سمير. لا انت كان عندك كمان من بنها الله يرحمه ابراهيم الدسوقي، كان لعيب جميل جدا، و
ويعني توفي في حادث مؤلم يعني وجعني لحد دلوقتي. ابراهيم سعود ده كان لاعب الزمالك، ده من اشهر الناس، لانه ضربه الجزاء في 71 72 اللي تم الغاء الدوري كانت مع كابتن مروان كيلو. وانا قابلته الحقيقه، كنت في جوله انتخابيه فقابلته في بنها، ومن فضل الله الناس لحقت عرفتني، قالوا لي ده الكابتن ابراهيم الدسوقي. فلسه داخل عليه فبيقول لي انت تعرفني؟ قلت له كابتن ابراهيم الدسوقي. فكان سعيد جدا انه انا عارف طبعا الزمن، بس يعني انا حافظ اسمه حافظ. فلا كان في ناس كتيره جدا جماعه المحافظات دي، ماده اللعيبه، ماده الانديه. توتو مثلا نجم الاهلي ده، عارف انا كان عندها راجل اسمراني كده، حاول افتكر لك اسمه، كان مشجع النادي الاهلي، كان راجل اسمراني جميل 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 من اهل النوبه كده. فمره كابتن توتو جه النادي وكده، فما عرفوش على البوابه. فكان زعلان يعني، كان زعلان طبعا. ايه طب بس كابتن حسن حمدي الحقيقه ساعتها كابتن توتو ده في 55 لما الاهلي تم تجميد النادي الاهلي لمده شهر في عهد رئاسه الاستاذ احمد عبود باشا. كابتن توتو قال لما قالوا لمده شهر التجميد تقدر تروح اي نادي اخر، قال لهم انا هروح ازرع في بلدي ولا اروح نادي ثاني. انا احكي لك قصه لطيفه جدا بقى طالما فتحنا هذه الذكريات. المهم الراجل بقى العجوز الجميل ده مش فاكر اسمه ايه، فقال يعني بنحكي على كابتوتو كده، قال لي انت عارف كانت في المدرج اللي هو بتاع الدرجه الاولى ده، كان مدرج خشب تقعد على خشب كده جميل. النادي الاهلي كان عاملها، فكانت الجماهير تضرب على المدرج كده تو 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 صل على النبي، تو 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 صل على النبي. كان بيقول لك الهتاف ده كان بيرج الدنيا كلها. بس احكي لك بقى موقف لطيف انت اللي فتحته مع احمد باشا عبود. ده اللي حكاه لي الكابتن توتو والكابتن طه اسماعيل. كابتن طه خلي بالك من ظرفاء العصر، الناس مش عارفه الجانب الثاني في كابتن طه اسماعيل ده، ربنا يا رب يديله الصحه يا رب. خدوا دوري فعزمهم احمد عبود باشا. احمد عبود باشا كان يعمل ايه؟ يبني للنادي حمام سباحه. هو اللي عامل حمام السباحه رئيس النادي الاهلي ده على حسابه، يعمل لك حاجه كده. بس هو ايه يعني، هو يودي الفلوس في ده اللي هو انت عارف زمان مثلا اتكلم 300,000 جنيه ده انت بتتكلم في دلوقتي 3 مليار يعني. فراحوا اللعيبه عند احمد باشا عبود رئيس النادي، ففضلوا قاعدين فمستنيين الفلوس ادينا بقى الفلوس واخدين ففضلوا قاعدين فما فيش فلوس. فهو كان بتاع سكر، هو كان ملك السكر في مصر يعني، هو امبراطور السكر في مصر. فهو قاعد فبيشرب الشاي، فاحمد باشا عبود عدى عليهم كده فلقاه مستاء يعني، فقال له ايه، قال له ايه توتو في ايه بتاع. فبص يعني هو بيبص على الشاي، فبقول له عايزين سكر يعني سكر للشاي يعني. هو مش عارف يقول له حاجه من ده ليه. فكبتها والكابتن قال لك راح حمل لنا شولة سكر. انا عايز سكر من التاني. والله سكر هروح ابيع السكر ده فين. وبالمناسبه يعني اسماعيل ياسين الجمله الشهيره بتاعته في احد الافلام يعني لما قالت له اسمي سكر، قال لها يا عبود باشا. فطبعا يعني كان طبعا عبود باشا من الناس اللي لها ايادي بيضاء على النادي الاهلي وكعاده رؤساء النادي الاهلي. كعاده رؤساء النادي الاهلي. طيب كنا بنتكلم على ايجابيات المنتخب. الايجابيات حضرتك عايز لا 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 والله طبعا لا. ومن الايجابيات بقى اللي انا عايز اقولها اللي ممكن الناس يعني تكون بتشوفها بشكل مختلف، بل بالعكس حابب اطرحها. انا شايف ان المرونه اللي حصلت من كابتن حسام حسن في التعامل مع محمد صلاح هي تحسب له مش تحسب عليه. طبعا طبعا احنا كلنا كنا بنتخيل مشهد صدامي على خلفيه تصريحات قبل كده. لا، كابتن حسام التجربه خليته يشوف الامور بعين مختلفه. يعرف صلاح، يعرف ان احيانا هذا اللاعب بقيمته محتاج تتعامل معاه بقدر نجوميته. فانا دي من الحاجات اللي باخدها وبحسبها الكابتن حسام، مش بحسبها عليه اطلاقا. واتمنى ان ده يكون المعيار بتاعه في التعامل مع امور كتير جدا. واتمنى البعض ما يحولش ده ويعمل حساسيه بين اللعيبه وبعض.